ما بين إطلاق النار على قوارب الصيادين والاعتداء عليهم واعتقالهم، يبقى الصيادون وحدهم يصارعون لدى الرصاصات المصوبة نحو مراكبهم وخراطيم المياه التي تغرق أجسامهم. فكم من شهيد قضى هنا من أجل سلة أسماك سيبيعها ليطعم صغاره. بأصابع أنهكتها شقاوة الحياة، يغزل الصياد الفلسطيني شباكه ليجهز نفسه لرحلة البحث عن لقمة عيشه في عرض البحر، متحديا بذلك كل المعيقات التي فرضت عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فمهنة الصيد في البحر يمارسها أبناء القطاع منذ قديم الزمان، فقد اشتهرت بتلك المهنة عائلات كثيرة، خاصة تلك التي تسكن بالقرب من البحر، حيث توارث الأبناء هذه المهنة عن آبائهم وأجدادهم. فهذه مهنة تجلب المال الوفير، لكن التعب والعناء فيها كبير، فكما يقولون الأجر على قدر المشقة. مارس مهنة الصيد يعني من 30 سنة، طبعا أجدادنا وأبهاتنا يعني كانوا يمارسوا مهنة الصيد، فاحنا يعني برضو بنمارس مهنة الصيد يعني كبانا وكأجدادنا طبعا، ولا بنقدرش نتخلى عنها أبدا. رحلة الإبحار لم تعد أمرا سهلا، خاصة بعد تلك المضايقات التي بات يتعرض لها الصياد الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتمركزة في عرض البحر. فهذه اللقمة لم يدع الجيش المواطن الفلسطيني يبتلعها بسهولة ويسر، فهو كعادته يأبى إلا أن ينغص عليه حياته ويحاربه في قوت صغاره الذين ينتظرون عودته بكل شوق من رحلة صيده. أول شيء بنحضر الشبك طبعا، وبنجهز الشبك والمعدات طبعا، وبنعبي بنزين للمواتير للمطور، فبنقصد يعني في البحر نسرح تقريبا السردينة، بنسرح من الصبح. بعد انتصار المقاومة في حرب الثمانية أيام التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بعد استشهاد القائد في كتاب القسام أحمد الجعبري، استبشر الصيادون خيرا، حيث سمح لهم بالدخول لمسافة 6 أميال في عرض البحر، إلا أن هذه المسافة ليست بالجيدة للصيد الجيد على حد تعبير الصيادين، فما كان يطمح به الصيادون أن يسمح لهم بتجاوز 12 ميلا. كنا في اتفاقية أوسلو نسرح في البحر جوا على 12 ميل، بعدين خلونا إياها 6 ميل، بعدين خلونا إياها 3 ميل، وحتى قاعدش يعني في 6 ميل كنا نحارب، وإنه يا عم افتحونا لأكثر من 6 ميل، رجعونا إياه 12 ميل، رجعونا إياه 3 ميل. 6 ميل هذه أرض رمل ما فيها ولا اسم الصخر، يعني إحنا بدل ما نتقدم نرجع لورا. أنا عندي أولاد، وكذلك بقيس على الصيادين عندهم أولاد ومش قادرين نعيشهم، مش قادرين نجوز، مش قادرين نشتري بيت، مش قادرين نعمل حاجة، حياتنا صعبة كتير كتير بظروف هذه القاسية. فعادة ما يبحر الصيادون في مجموعات وتبقى السفن قريبة من بعضها البعض إلى حد ما عند نهاية الأميال 6، وذلك بهدف الحماية المتبادلة بين هذه السفن، إلا أن غالبية السفن تبحر لمسافة أبعد من الأميال 6 في تحد لقوات الاحتلال الإسرائيلي. في السابق لما كان البحر مفتوح 3 ميل، كان الصياد قبل ما يصل 2 ميل ونص كان يتعرض لإطلاق نار ومضايقات، يعني اطلاق نار، وقدي طبعا يلف حوالين المركب ويقول له عدل الشرق عدل الشرق. طبعا الصياد ما يصلش 3 ميل، اذا فكر انه بس يقلط 2 ميل ونص، يعني 2 وصل ل 3 ميل يا اما بتصادر حسكته ويقوم باطلاق النار عليه، ولف لا يصير يلف طبعا قدام المركب ويطلق عليه المي والنار. طبعا في عنده مي خرطوم مي بصير في السقعه طبعا يرش على الناس مي. ولكن بغض النظر عن المسافة التي يبحرها صيادو قطاع غزة، يبقى جميع الصيادين معرضون لخطر إطلاق النار عليهم وضربهم بالمدافع المائية أو الاعتقال والاحتجاز، وكذلك إلحاق الضرر بسفنهم أو تدميرها ومصادرتها وحجزها في ميناء أسدود. فالصيد في قطاع غزة يواجه الكثير من الصعوبات المتمثلة بالممارسات الإسرائيلية ضدهم، فقد عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على وضع العوائق والعراقيل أمام الصيادين، مستخدمة كافة الوسائل القمعية لمحاربتهم في الحصول على لقمة عيشهم المغمسة بالهم. تيجي تصل 5 ميل ونص، تيجي تصل 6 ميل، بقفك الطراد وبقعد يبهدر فيه، معه خرطيش مية بقعد يطخ عليك، بغرقك في المية، بيجي بيقول لك اشلح حوايك،
مشان الحكاويك برميك في البحر، بنزلك في البحر وبأخذ بتم اعتقالك، وبتم اعتقالك عن طريق الزدود، أو إذا بدوش اعتقلك بغرقك مية وبقول لك يلا غزة. لم يكتف الجند الصهيوني بمنع الصيادين ومطاردتهم في عرض بحر قطاع غزة، بل يقوم بشكل متعمد بإطلاق النار على مراكبهم، فقد أصيب عدد من الصيادين واستشهد عدد آخر أثناء تلك الممارسات، ناهيك عن إتلاف وسحب شباك الصيد بواسطة الزوارق البحرية الإسرائيلية باستمرار وبشكل متعمد من خلال ضرب علاماتها بالنار من أجل إغراقها في البحر. لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، فملاحقة الزوارق الحربية الإسرائيلية لقوارب الصيادين في عرض البحر لا تعرف عتمة الليل ولا تلاطم الأمواج، فكل ما يفهمه الجند الصهيوني هو انتزاع لقمة العيش من فم الصياد الفلسطيني ليبقيه محكوما بمزاجه. لقناة الأنبار الفضائية هاشم سعودي، غزة، فلسطين المحتلة.